أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع سلسلة تغطيتنا الخاصة بشأن آخر تطورات ثورة تشرين واستمرارها على الرغم من كل أشكال القمع الحكومي والميليشياوي للحراك الشعبي الثوري، حيث شهدت ساحات التظاهرات اليوم مليونية جديدة في بغداد وذي قار وبقية المحافظات المنتفضة التي هددت بالزحف إلى بغداد إذا لم تستجب الحكومة وأحزاب السلطة لمطالب ثورة تشرين. أرحب بضيفي في الاستوديو الأستاذ مصطفى كامل رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. أستاذ مصطفى كامل مرحبا بك. أهلا وسهلا حياكم. وأيضا أرحب بضيفي عبر الهاتف الناشط في تظاهرات بغداد السيد علي عزيز، إلى أن يتم تأمين الاتصال مرة أخرى بالسيد علي عزيز نرحب به وبكم مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ثم نبدأ هذه التغطية، كونوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أبدأ معك في هذه التغطية أستاذ مصطفى كامل، يعني ما هي متابعتك لتظاهرات ثورة تشرين، تظاهرات المليونية في بغداد وذي قار وباقي المحافظات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الثورة عندما انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي انطلقت حتى تحقق أهدافها. من الواضح أن الثوار في كل يوم وفي كل جمعة أيضا يعني يؤكدون حضورهم في الساحات في كل المحافظات المنتفضة، وفي كل يوم نجد هناك إصرارا على أهدافهم، ويعني إصرارا منهم على الأهداف التي رفعوها وهي تحقيق حتى تحقيق مطالب الثوار، وأن الأمر لن ينتهي مهما حاولت هذه الجهة أو تلك سواء في ركوب الموجات أو ممارسة القمع ضد الثوار. من الواضح جدا أن الثوار يعني قافلين على أهدافهم وغير مستعدين للتنازل بأي ظرف من الظروف التي تواجههم. هذه الأشهر الأربعة التي مرت من عمر الثورة والآن انتهت 4 أشهر هذا اليوم، يعني تؤكد جميعها على أن الثورة مستمرة ومتصاعدة بفعاليات الاعتصامات الطلابية، بفعاليات المظاهرات الشعبية، الاحتجاجات، العصيان المدني، الإضراب العام، غلق المدارس والمؤسسات الحكومية، غلق الطرق إلى آخره من الفعاليات. يوما بعد آخر نجد إصرارا وتأكيدا على المضي في هذا المشوار. ترى أستاذ مصطفى أن هناك ربما مخرجا لهذا المأزق للحكومة الحالية في العراق بالدعوة إلى انتخابات، يعني بإعادة تدوير وجوه العملية السياسية. هناك دعوات إلى انتخابات مبكرة، كيف تنظر إليها؟ يعني هو منذ الساعات الأولى لاندلاع ثورة تشرين المباركة كان من الواضح أن هذه العصابة المتحكمة بالعراق، عصابة المنطقة الخضراء بكل تسمياتها، بكل أحزابها، بكل أجهزتها الرسمية من الإدارية الأمنية العسكرية، ماضية في طريق الانتحار السياسي. من الواضح أنه ليس لديهم على الإطلاق ما يقدمونه لهذا الشعب المنتفض، ليس لديهم على الإطلاق أي حلول للأزمات التي عاشها العراق في السنوات 17 الماضية، وبالتالي هذا المأزق يتعاظم يوما بعد آخر، لأنهم حشروا أنفسهم في خانة الحل القمعي للثورة ومحاولة تسويف المطالب، وظنا منهم أو توهما منهم أن هذا الشعب سيعود عندما يواجهونه بقدر من القمع أو بنوع من الوعود التي يقدمونها، ولكنهم فوجئوا أن هذا الشعب مستمر في ثورته. الثوار كما قلت ليس لديهم إلا المضي في هذا الطريق الذي اختاروه ومضوا فيه منذ 4 أشهر، وبالتالي هذا المأزق الذي يعني وضعت السلطة نفسها فيها والعصابة ليس بالإمكان التراجع عنه في الحقيقة، وليس هناك من مخرج له. السلطة هي من اختارت هذا المسار
وهي من ارتكبت هذه الجرائم. وفي الحقيقة هذا المسار ليس اليوم، هو اختارته منذ ما قبل غزو العراق، عندما وضعوا أيديهم بيد المحتل ودعوه إلى احتلال بلدهم وغزوه. كان من هنا بدأ المأزق الحقيقي لهذه العصابات المتحكمة بالعراق، وعندما جاءوا إلى السلطة مارسوا هذا المنهج، يعني منهج السرقة والقتل والتدمير والإرهاب والتخريب، ويعني محاولة تفكيك عرى المجتمع ونسيجه الذي كان متماسكا بخطابهم الطائفي، بخطابهم التحريضي العرقي إلى آخره. عن هذا الموضوع، موضوع الطائفية مهمة جدا، يعني بلا شك أن يعني هذا النظام منذ عام 2003 تأسس على موضوع فكرة الطائفية والكانتونات الطائفية، والآن هناك أيضا نرى يعني أصوات من هنا وهناك تنطلق بالطائفية الآن. يعني أساس مشروع غزو واحتلال وتدمير العراق هو إثارة النعرات والفتن الطائفية والعرقية. اسمح لي أن أرحب بالناشط في التظاهرات الأستاذ علي عزيز. أستاذ علي مرحبا بك. هلا مرحبا، أهلا بك أستاذ علي. يعني كيف تجد وتصف حشود المتظاهرين اليوم بعد دعوات المليونية الشعبية، أيضا في ظل عمليات الاستمرار للقمع والقتل للمتظاهرين، ووصلنا أيضا يعني خبر عاجل قبل قليل بأنه مواصلة إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في الوثبة؟ نعم، تجمع الجماهير المليوني طبعا احنا عندنا، يمكن اذا تلاحظون هذا الشيء صار مكرر كل جمعه، كل يوم جمعه مظاهرات. طبعا الغايه من عندها انه نثبت انه لا نزال احنا بنفس الزخم وبنفس القوه وبنفس الاندفاع. هذا الاطباق الى حكومه القتل في المنطقه الخضراء، هذا الشيء. اما بالنسبه لاطلاق الرصاص الحي بالوثبه وبالخلاني، يا اخي الرصاص الحي صدقني بالله العظيم ليس بالوثبه وليس بالخلاني فقط، الرصاص الحي موجود بالكرادة وموجود بالجادرية وموجود بالمنصور وبغداد الجديدة وكل مناطق بغداد، يقتلون ويغتالون، يقتل يقتل إذا كان بالوثبة أو بالخراني أو بأي منطقة من مناطق بغداد. حكومة إجرام، حكومة قتل بشتى الطرق، تريد قمع التظاهرات، إسكات صوتنا، قتلنا أو خطفنا وتعذيبنا، هذه شيمة الحكومة. لكننا مستمرون ومستمرون بانتخاباتنا ومستمرون، كل يوم سوف نصعد وكل يوم سوف نزيد بسلميتنا، سنبقى محافظين على سلميتنا برغم قمعهم وقتلهم لنا. هذا كله في وادي، وفي الوادي الثاني نحذر الحكومة من أي اختبار لصبرنا من باب ترشيح أي شخصية يوم من الأيام عملت ضمن إطار هاي الحكومة الفاسدة المجرمة. سيد علي، يعني مع استمرار عمليات القتل ضد المتظاهرين السلميين وهذا الإصرار من الميليشيات على يعني انتهاج نفس النهج ضد هؤلاء المتظاهرين ومحاولات وقت ثورة تشرين، وأنتم مصرون على المضي والمتظاهرون مصرون على المضي حتى تحقيق أهداف هذه الثورة وأولها إسقاط النظام، يعني برأيك يعني هل بات تدخل الأمم المتحدة أمرا حاسما وضروريا من أجل إسناد هذه الثورة؟ تدخل الأمم المتحدة اليوم احنا نطالب بشكل رسمي، ولو احنا طبعا على يقين انه موقف الأمم المتحدة موقف خجول لا يستطيع فرض إرادة دولية على هذه الحكومة القاتلة، لأنه يكفينا انه الحكومة هذه جلبتها إدارة أمريكا حين غزت العراق بدون أي قرار أممي. فاليوم الأمم المتحدة يجب ان تصلح هذا المسار. وهنا كذلك اود ان اشير وانبه حكومة المنطقة الخضراء لأنها إن تجرأت وعينت أي رئيس وزراء، لأنه اليوم الكلام يدور حول تعيين رئيس وزراء خلال اليومين المقبلين أو اليوم أو بكرة، إن تجرأت فوالله العظيم سيكون تصعيدنا مفاجئ لهم وسيكون على عدة أصعدة، ولذلك نحذرهم وللمرة الأخيرة من أي عمل استفزازي يستفز دماء الشهداء. أستاذ مصطفى، المتظاهرون مصرون على رفض أي شخصية شاركت في العملية السياسية، رفض إعادة تدوير من شاركوا في العملية السياسية خلال المرحلة المقبلة، وخصوصا أن العراق أعطى شبابا شهداء من أجل تغيير الواقع. ليس يعني من المعقول أنه يأتوا بوجوه قد شاركت في العملية السياسية، كيف تصف ذلك من وجهة نظرك؟ يعني هذه الأحزاب تحاول أن
تميع القضية الوطنية في العراق وإصرار المتظاهرين على مطالبهم بمحاولة لتقديم وجوه مستهلكة استنفذت كل أغراضها وإجرامها في المراحل السابقة. ولنلاحظ خلال الأشهر الأربعة الماضية قدموا العديد من الوجوه، قدموا قصي السهيل، قدموا محمد توفيق علاوي، يجري الحديث عن مصطفى الكاظمي، يجري الحديث عن أسعد العيداني، يجري الحديث عن فائق الشيخ علي وإلى آخره. كل يوم أو كل أسبوع نجد البازار السياسي تدخل فيه يعني شخصيات جديدة وتخرج منه شخصيات أخرى وهكذا. الحقيقة يعني هذا كما قلت يعبر أولا عن فشل هؤلاء، هذه الطبقة السياسية بالكامل، فشلها في أن تفهم واقع الحال الذي يجري في العراق. هو يعني فشل في فهم أم هم يفهمون ذلك ولكن يصرون على تمرير سياساتهم؟ هو الاثنين طبعا. أنا يعني لو كنت سمحت لي بالاستكمال، هو فشلهم في التوصل إلى اتفاق، لأنه هناك الكثير من الصراعات بين أطراف العملية السياسية الاحتلالية، وأيضا هو نوع من التحدي لهؤلاء الثوار، يعني أولا محاولة إرعابهم بالقتل والاختطاف والاغتيال والقنص وكل المظاهر القمعية أو الممارسات القمعية التي قاموا بها، وأيضا محاولة إتعابهم، إرعابهم وإتعابهم. ولكن الحقيقة يعني نحن وجدنا هذا الصمود الهائل الذي يتميز به ثوار العراق في الساحات والشوارع والميادين التي يخرجون إليها يوميا ويعبرون بها عن موقف ثابت وراسخ في هذا المجال. هذا أيضا أدى إلى نوع من الإخفاق المتكرر والتخبط المتكرر لدى الطرف الآخر وهو طرف العملية السياسية الاحتلالية. يعني في الوقت الذي يبدو موقف أو جانب الثوار صامدا واضحا راسخا أمينا على مطالبه وعلى مطالب الشعب، في الحقيقة يبدو في الجانب الآخر هناك المزيد من التخبط والتردد والحماقة والإصرار على الجريمة. كل هذا نتيجة هذا الإصرار والصمود والثبات الذي يعيشه الطرف الثائر. هؤلاء ليس لديهم، يعني الآن لو كانوا في الأيام الأولى تنازلوا عن هذا الموقف المتعنت واستجابوا للطلب لمطالب الثوار في اليوم الأول، لكانوا وفروا على العراق وعلى العراقيين هذه الدماء الطاهرة التي سالت، وهذا أمر مهم بالطبع، وهذه الفرص التي ضاعت وهذه المآزق التي يضعون فيها هؤلاء. الآن يوميا الثوار يعني يؤكدون ويصرون على مواقفهم، وهؤلاء يعني في موقف بائس جدا، موقف خانع، موقف الخاضع للإملاءات الأطراف الخارجية وتحديدا الإيرانية، التي يعني من الواضح جدا أن الإملاءات الإيرانية يخضع لها جميع يعني الألوان في طيف العملية السياسية الخائبة. ومن هنا ليس أمام هؤلاء مهما طال الزمن، لأن الشعب هو الذي يمد الثورة بمزيد من القوة والصلابة والإصرار، بينما هؤلاء تمدهم أحقادهم، تمدهم مطامعهم، تمدهم القوى الخارجية بمزيد من الرغبة في إلحاق الأذى بالعراقيين، وهذا سيؤدي إلى مزيد من الإصرار ومزيد من الفشل في الطرف الآخر. يعني عمليات التصعيد من المتظاهرين كلها في إطار السلمية كما تحدثتم أستاذ مصطفى. سيد علي، يعني المتظاهرون في المحافظات قالوا بأنهم سوف يزحفون إلى بغداد في حال لم تلبي الحكومة مطالبهم وفي حال استمرار عمليات القتل ضد هذه التظاهرات السلمية. يعني هل هذا الأمر، يعني هل لكم أن تصفونه لنا؟ طبعا احنا يعني اليوم احنا المتظاهرين الشعب المنتفض عنده من بغداد وباقي المحافظات انتهاء بالبصره جنوب العراق، ترى احنا كنا كلمتنا واحده وموقفنا واحد،
نحن اليوم المجيء الى بغداد من قبل كافه المحافظات هذا امر خلوا به الحكومه يعني بالامر الواقع. لكن لو نجي مثلا على نظريه تطبيقيه، يعني احنا اليوم انا كوني في بغداد، يعني زملائي من بغداد، طالبنا اخواننا، طبعا الاخوان كان عندهم النيه يجون قبل يومين الى بغداد، طالبناهم بالتريث بالمجيء الى بغداد واستمرار الضغط كل محافظه بمحافظتها خوفا على ارواحهم من الطريق الخارجي. هذا الطريق الذي يعني الميليشيات المسعوره، يعني ميليشيات الدوله سوف تتحينهم ويعني تستغل هذه الفرصه لقتلهم، يعني هم وسط بغداد ووسط شوارعنا ووسط عوائلنا يقتلونه ويخطفونه. فهذا نداء من خوفنا احنا على اخواننا فقط كل محافظه بمحافظتها. احنا الان بنناضل بنجاهد، احنا الان اخي احنا اليوم عمليه جهاد كبير تنقود بهذا البلد، احنا اليوم بنقاتل زمره شر، زمره فساد، زمره قتل، زمره اجرام. هذه الزمره اليوم احنا وياها عندنا معركه وجود. اليوم احنا لا سامح الله اذا تمكنوا من اباده هذه الانتفاضه معناتها العراق تقرا عليه سلام. فلذلك احنا اليوم معركتنا معركه وجود طاحن بين لو بين هذه الزمره. احنا اليوم ما نرتاح ولا يهدئنا بال الا نشوف اخر مجرم قاتل من هذه الحكومه يحاكم بمحاكم نزيهه وطنيه عراقيه وينفذ بها القصاص العادل. طيب استاذ مصطفى، كيف تابعت خطبه المرجعيه اليوم؟ يعني مثل ما تحدث سيد علي عزيز، هناك خشيه من ان الميليشيات تقوم باستغلال تحرك المتظاهرين مثلا من المحافظه، من المحافظات الجنوبيه الى بغداد من اجل استئصالهم كفرصه. ولكن بالتاكيد هناك مرجعيه لها صوتها ولها كلمتها في العراق ولها تاثيرها في المحافظات الجنوبيه. كيف تابعت اليوم خطبه المرجعيه؟ أنا أولا بودي يعني التقطت كلمة بالغة الأهمية تحدث بها الأخ العزيز علي عزيز، وهي أن الثورة الآن أو أن الثوار يدركون أن وجودهم في هذه الساحات وفي هذه الميادين هو معركة وجود. صح. هذه قضية بالغة الأهمية يجب أن نفهمها ويفهمها الجميع. هذه معركة وجود، معركة وجود ليس فقط لهؤلاء الثوار وإنما فحسب، وإنما هي معركة وجود للعراق لحاضره ولمستقبله، معركة وجود للعملية السياسية ورموز العملية السياسية. هذا من الجانب الآخر. لا يعني لا. نحن نتكلم عن صف الثوار، ولذلك فإن الثوار لن يعودوا إلى منازلهم دون تحقيق هذه المطالب. فيما يتعلق بالخطب المتكررة لمرجعية النجف التي يعني تتحدث في كل أسبوع وتحاول أن تغطي كل ما يجري بكلمات عامة وعائمة لا تستطيع أن تلمس منها موقفا حقيقيا على الإطلاق. اليوم عندما تحدثوا في موضوع الانتخابات المبكرة، موضوع الانتخابات المبكرة هذا كلام حق يراد به باطل. عصابة المنطقة الخضراء تتحدث أيضا عن انتخابات مبكرة، الثوار لا يتحدثون عن انتخابات مبكرة. يرجى الملاحظة في هذه النقطة بالغة الأهمية. العصابة المتحكمة بالعراق تتحدث عن انتخابات مبكرة، وهي تتحدث بوضوح أنها ستختار رئيس وزراء لمرحلة انتقالية لمدة سنة واحدة يجري فيها الإعداد لانتخابات. الثوار لا يريدون هذا الموضوع، الثوار يريدون حل البرلمان، إلغاء هذه المفوضية الانتخابية القائمة على المحاصصة. نعم. إلغاء القانون الانتخابي، قانون الانتخابات الذي يعني يؤدي بالنتيجة مهما تلاعبت الكتل السياسية التي أعدته بصياغاته، لكنها ستبقى مستفيدة منه وستحقق النتائج الكبيرة فيه. الثوار يريدون إسقاط النظام، وهذا شعار بالمناسبة رفعوه منذ الساعة الأولى لانطلاق الثورة التي مضى عليها 4 أشهر اليوم. منذ الساعة الأولى إسقاط النظام، يعني إسقاط البرلمان وإسقاط دستوره وإسقاط الدستور وإسقاط البرلمان وإسقاط الأحزاب وإسقاط العملية السياسية الاحتلالية بالكامل. وبالتالي الثوار يطالبون بانتخابات
حقيقية وليست انتخابات مبكرة فقط، انتخابات حقيقية. نعم هم يريدون مرحلة انتقالية تعد لمرحلة أكثر رسوخا، هذه المرحلة الانتقالية تهيئ الانتخابات نزيهة وأمينة وبإشراف دولي وبالمعايير الدولية، لأن كل الانتخابات التي جرت في العراق منذ 2003 عام احتلال العراق وحتى الآن هي انتخابات يعني غير خاضعة للمعايير الدولية على الإطلاق. هذه انتخابات يجري الحشد لها بطريقة طائفية وبطريقة عرقية وبطريقة تحريضية، ويجري اغتيال مرشحين ويجري تصفية مرشحين ويجري ابتزاز مرشحين ويجري شراء أصوات وإلى آخره، ثم تذهب الأصوات صناديق الانتخابات إلى غياهب المخازن لتظهر النتائج بعد عدة أشهر، ثم يخوض المتنافسون يعني صراعاتهم الدموية وعلى حساب العراقيين طبعا، ويظهرون حكومة بين قوسين، حكومة هي حقيقة سلطات غير شرعية مهلهلة تعبر عن توافقاتهم لاقتسام المصالح والنفوذ في العراق. الثوار لا يريدون هذا، مجرد الانتخابات المبكرة التي تحدثت عنها خطبة مرجعية النجف اليوم وفي مرات سابقة، هذا لا يقنع المتظاهرين ولا يرتضونه على الإطلاق. الثوار يريدون انتخابات عادلة نزيهة لا تشارك بها هذه الأحزاب ولا يشارك بها أي من دخل في النظام السياسي الاحتلالي منذ غزو العراق في العام 2003. ومن هنا يجب أن نفهم أن الكلمات التي تختارها المرجعية في خطبتها، في كل الخطب الحقيقة الماضية، هي كلمات عائمة وعامة وممكن الباسها لاي موقف، يعني هي كلمات اللا موقف تنظيرية. عندما تنظيريه او كلمات اللا موقف، انا يعني هي لا تعبر عن موقف حقيقي. اليوم عندما تتحدث المرجعيه، اليوم تحدثت مرجعيه النجف عن ادانتها للعنف المستخدم ضد المتظاهرين، طيب ما هو العنف ولكن السمر. ولكن في نفس الوقت تتحدث عن عنف المتظاهرين تجاه القوى الامنيه. نحن نريد ان نرى حالة واحدة فقط من العنف الذي يمارسه الثوار ضد القوى الأمنية والعسكرية. المتظاهرون سلميون، ليس لديهم إلا حناجرهم، لم يسرقوا مؤسسة، لم يحطموا، لم يقطعوا شجرة. هذا دليل على أن أهدافهم هي أهداف الوطن. يعني أنت تذكر في سنوات سابقة، نحن العراقيون ما زلنا نتذكر كيف مارس مثلا أعمال التخريب، مارسوا أعمال التخريب هذه القوى السياسية نفسها بالمناسبة الآن التي تتحكم بالعراق، كيف مارست أعمال القتل والتخريب والتدمير والسرقة في أحداث صفحة الخيانة والغدر والتي يسمونها هم الانتفاضة الشعبانية في عام 1991. الآن الثوار يقفون عند المصرف عندما يشب حريق يحاولون إطفاءه ويحاولون حمايته. صح. لماذا؟ هل الآن هل رأينا الآن المحافظات الجنوبية شهدت حالة من شبه يعني سيطرة الثوار عليها على المؤسسات الحكومية؟ هل وجدنا عبثاً بمكتب من مكاتب هذه المؤسسات الحكومية، بآلة من جهاز من الأجهزة التي تحتويها هذه المؤسسات الحكومية، بخزينة من خزائن البنوك؟ هل وجد هذا الكلام معيب في أنه حتى أن مقرات الأحزاب كانت إلى جانب البنوك، ولكن يعني كان الاستهداف لمقرات الأحزاب وليس لمقرات المؤسسات الحكومية أو الخدمية. هذا دليل على وعي الثوار، في حين المرجعية تتحدث بهذا التوازن الحقيقة الذي يضعها في صف الباطل وليس في صف الحق. يعني هذا التأرجح بين الموقفين هو أميل إلى الباطل وليس إلى الحق، عندما يجري الكلام عن يعني اعتداءات من الثوار على القوى الأمنية. أين هي الاعتداءات؟ هؤلاء يمارسون القتل ويمارسون
يعني الإجرام ويمارسون الإرهاب، حتى أنهم يعني لم يتورعوا عن ضرب والاعتداء على شابات عراقيات، وجدنا سيدات يعني شابات عراقيات يلقونهم على الأرض ويحاولون الاعتداء عليهن. هذا يعني أمر لا يعني حتى الامرأة العراقية لم تسلم من، وفي نفس الوقت يصر الثوار على سلميتهم ويعني يتحدون بصدورهم العارية هذا آلة الإجرام وآلة الإرهاب التي تمارسها السلطة. إذن هذا الخطاب العائم يجعلهم في صف الباطل، في صف الظلم، وليس في صف المظلومين، وهم يفترض أن يعبروا عن صوت الحق. سيد علي، يعني هذه تظاهرات سلمية، عمليات القتل والاختطاف مستمرة، هل بات صوت الرصاص فقط هو السبيل الوحيد للحكومة للتعامل مع هذه التظاهرات؟ حتى المواقف الدولية الآن يعني أضحت إلى جانب التظاهرات بالتصريحات، يعني الكل يدين عمليات قتل المتظاهرين في العراق، المتظاهرين السلميين، ولكن القوات الحكومية والميليشيات مستمرون بعمليات القتل للمتظاهرين في ثورة تشرين. يعني هل بات فقط الأسلوب العنفي هو السبيل الوحيد للتعامل مع هذه التظاهرات من قبل الميليشيات والقوات الحكومية؟ سيد علي تسمعني؟ فقدنا الاتصال بالسيد علي عزيز الناشط في التظاهرات، نحاول الاتصال به مرة أخرى. إذن أستاذ مصطفى، بالعودة إليك، هناك المواقف الدولية لا تخفى عليكم، يعني الكثير من المواقف الدولية، سفراء 16 دولة تحدثوا وصرحوا ودانوا عمليات القتل ضد المتظاهرين في العراق، ولكن ما الذي نراه في العراق الآن؟ يعني أولاً لا يزال المجتمع الدولي قاصراً عن القيام بواجباته والقيام بما ينبغي عليه القيام به. يعني ما يجري في العراق الحقيقة ليس الآن فقط، ولكن منذ غزوه واحتلاله يتحمل المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية تحديداً المسؤولية الأخلاقية والقانونية عما جرى في العراق. هؤلاء الذين يعني يعيثون في العراق فسادا وقتلا وسرقة وتدميرا وتخريبا، هؤلاء جاءت بهم الولايات المتحدة، التقطتهم من مزابل الدنيا، من مزابل طهران ودمشق ولندن وغيرها من مدن العالم، جمعتهم وجاءت بهم هذه يعني الزمر، جاءت بهم وسلمتهم مال العراق ورقاب العراقيين وتاريخ العراق ومستقبله. وبالتالي يعني المجتمع الدولي ما يزال قاصرا عن القيام بواجباته، وما يزال يعني هناك الكثير مما ينبغي أن يقوم به هذا الأطراف الدولية، وتحديدا الأطراف الأمريكية في هذه القضية التي يعيشها الآن العراقيون. هذه التصريحات التي تصدر من هنا أو هناك تصريحات جيدة، ولكنها لا تزال دون الأمل ودون الطموح ودون ما ينبغي حقيقة، كما قلت، وفق المسؤولية القانونية والأخلاقية. نحن شهدنا في الأيام القليلة الماضية هناك بيان صدر عن 16 سفيرا وممثلا دبلوماسيا في العراق، ربما يعني حسب اطلاعي هذه هي المرة الأولى التي يجري مثل هذا الأمر في السياسة الدولية. أمر غريب، أمر المجتمع الدولي، يعني عندما مثلا تسقط طائرة في دولة ما، ترى أن الإعلام يسلط عليها الضوء لأشهر، الطائرة الفلانية والصندوق الأسود الفلاني، وكأنه أنت يعني تتصور بأنه الطائرة هذه لو لم تسقط لتداركها المجتمع الدولي وأنقذ هؤلاء. طيب ما كل يوم يذهب من العراقيين من هذه الطائرات كم نفر، يعني كم شهيد سقط على أرض العراق بسبب المطالبة بإسقاط النظام، والسفراء يدينون والمنظمات الدولية تدين، وحتى يعني من داخل العراق المؤسسات الدينية التي كانت هي غطاء للعملية السياسية يعني صرحت بتصريحات تقول نحن ندين عمليات القتل ضد المتظاهرين السلميين. هذه المؤسسات يفترض أن تصدر فتاوى في تحريمها بالضبط وتجريم، ولكن المجتمع الدولي هل يضحك على العراقيين؟
هل هو ضحك على العراقيين؟ لا، أنا يعني بصرف النظر عن موضوع أنه يضحك على العراقيين أو لا، أنا أريد الذي يهمني هنا أن أحمل المجتمع الدولي مسؤوليته القانونية والأخلاقية عما يجري في العراق. هناك الآن دماء تسيل، دماء غزيرة تسيل، آلاف مئات الشهداء يعني لقوا حتفهم جراء هذا القمع والإرهاب. الحقيقة هو ليس فقط قمع الذي تمارسه هذه العصابات التي جاء بها أطراف في المجتمع الدولي، ومن هنا يعني يجب أن نصر على تحميلهم المسؤولية حتى لا يكونوا شركاء. يعني إدارة ترامب نعم هي لم تغزو العراق، لكن إذا لم يعني تقوم بعمل يوقف هذا الدم فستكون شريكة في سفك هذه الدماء. أيضا سنتحدث عن هذا من جانب. موضوع السفراء 16 البيان الذي أصدروه، أنا في تقديري أو بحسب معلوماتي هذه هي المرة الأولى التي يصدر مثل هذا البيان في يعني السياسة الدولية. لا يوجد سابقة بحسب معلوماتي على الأقل لمثل هذا التصرف. هذا أمر حقيقة جيد ومهم وينبغي البناء عليه من الأطراف الدولية التي ساهمت في إعداد هذا البيان والتوقيع عليه. وبالمناسبة يعني الأمر مؤلم جدا أن لا نجد ممثلا دبلوماسيا عربيا ولا من الدول الإسلامية بالمناسبة يعني وقع على هذا البيان أيضا، وكأن ما يجري في العراق لا يعني الأشقاء العرب ولا الأصدقاء الإخوة المسلمين، وإنما يعني الأطراف الأخرى، وهذه مسألة مؤلمة جدا. ولكن المهم أن يعني المجتمع الدولي عليه أن يتحرك استجابة لما ألزم نفسه به من خلال هذا البيان، ومن خلال ما يشاهدونه، ومن خلال ما طلعت عليه سيدة بلاسخارت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، وما وبناء على ما أوصت به يعني ممثلية الأمم المتحدة في لمجلس الأمن. وهذه يعني ترتب الحقيقة على الجميع كما قلت مسؤولية أخلاقية ومسؤولية قانونية بالدرجة الأولى حتى لا يكونوا شركاء في هذا الدم العراقي المسفوك. عاد معنا السيد علي عزيز الناشط في التظاهرات. سيد علي مرحبا بك، تسمعني الآن؟ أسمعك. أهلا بك مرة أخرى سيد علي. يعني هل باتت فقط إطلاق الرصاص والقتل وسفك الدماء هي اللغة الوحيدة التي تتعامل بها القوات الحكومية مع المتظاهرين؟ الآن أنتم في الساحة، المتظاهرون في الساحة، يعني ربما يشعرون أنهم لوحدهم. المجتمع الدولي يصرح، سفراء الدول يصرحون أنهم يدينون التظاهرات، حتى بعض ممن ينتسبون إلى المؤسسات الدينية تصرح بأنهم يدينون عملية القتل للمتظاهرين، ولا نعرف يعني حقيقة هذه التصريحات وما وراءها وما تداعياتها. ولكن المتظاهرون هم في الساحة، هم في الملعب، هم في الجبهة. يعني هل باتت لغة التعامل معهم فقط بعمليات القتل والخطف والعنف؟ عملية القتل والخطف والاغتيال هذه منهجية خصومة المنطقة الخضراء، وهذا ما تطرح له خصومة المنطقة الخضراء بحسب وجهة نظرها حتى على التقبل القريب والبعيد بحق الشعب العراقي. وأعطيك أبسط مثال على هذا الشيء وعلى استخفافهم بالدم العراقي. قبل فترة قد طرح اسم أحمد القاسمي لتولي منطقة، وهذا الفترة شحت كتلة الهدم، كتلة البناء اللي اسمه المدعو أسعد العيداني، والشعب رفض العيداني. تأتينا بعد طرح اسمه بأسبوعين أسعد العيداني يعطي الأوامر لقائد عمليات البصرة بحرق قيام المنطقة البصرة وبقتل متظاهر البصرة. فأنظر هذا النموذج الذي فعل شنع في البصرة، يريدون أن يقسمون هذا السؤال على العراق كله من خلال تأمين رئيس حكومة برئيس حكومة الوزراء. فأنظر أنت إلى مدى استخفاف هذه الأحزاب القادمة، أحزاب المجتمع في العراق والعراق. بالنسبة للتحقق الدولي سيدي العزيز حضرتك وضيفك الكريم، هذا كله نتيجة جهودنا، احنا جهودنا وتحركاتنا، احنا شكلنا هيئات و
وبعثنا مندوبين من عدنا الى دول العالم المختلفه وعلى الى الدول الداعمه العضويه في مجلس الامن، وعرفناهم في حجم الاستفزاز وحجم القتل وحجم الاجرام اللي يقوم به حكام المنطقه القطازه حق الشعب العراقي. اليوم على كل حكومات العالم تريد تتعامل مع العراق، تتعامل مع العراقيين من خلال ساحه التحرير. نحن المبشر الشرعي للعراق الان وليس حكومه القتل والفساد القاطعه في المنطقه الخضراء. اليوم بالنسبة لمنهجية قتلهم هم مستمرين فيها سيدي، وأخلي أوضح فيه إحنا نعرف طريقنا طويل ومشوارنا طويل. هؤلاء قد بنوا وأسسوا بالعراق يعني مثل ما نقول إحنا دقوا ركائز كبيرة لهم في العراق من خلال انتهاكاتهم ومن خلال الدولة العميقة. نضالنا طويل، دفاعنا مستمر، ولكن إن شاء الله النصر المبين راح يكون قريب جدا. إحنا على حق وهم على باطل. احنا اليوم احنا الطرف الاقتصادي اللي يريد عراقنا يرجع عراق النصر، عراق السلام، عراق المواطنه، العراق المدني. هم اليوم اختطفوا هذا العراق، فلذلك احنا نعرف طريقنا طويل، تضحيات راح نعطي تضحيات اكثر، لكن هذا هو طريقنا وهذا احنا مختارينه. احنا اليوم مستفضين لاجل اولادنا واحفادنا، هاي نكررها. لم نستفض لاجلنا نحن شخصيا. نعم. الانتفاض من اجل الاجيال القادمه، يعني هذه لها معاني كبيره. رغم أن العراق منذ عام 2003 ظلت السياسات التي تتعامل بها حكومات متعاقبة هي سياسات طائفية، الآن تظهر أصوات أخرى تحاول تجديد هذه النعرات وتحاول يعني إعادة تدوير هذه النعرات من جديد. هؤلاء المنتفضون يريدون تغيير الواقع من أجل أولادهم ومن أجل الأجيال القادمة. هذه المعاني الكبيرة هل يعني حطمت هذه السياسات التي استخدمتها حكومات المنطقة الخضراء؟ هذه الثورة العراقية الأصيلة هي ثورة للبناء، هذه نقطة بالغة الأهمية. يعني نحن وجدنا في البصرة، في بغداد، في محافظات أخرى أن هؤلاء الثوار ذهبوا إلى بعض المعالم العراقية أو سواء في النصب، في الساحات، في الشوارع، وجدوا معالم من النصب أو من الجداريات أو من النافورات أو من يعني معالم الحياة في العراق يعني معطلة منذ سنوات طويلة، لم تستطع أو لم تقم المؤسسات البلدية والخدمية والحكومية بميزانياتها المليارية من إصلاحها، في حين قام هؤلاء الثوار بإمكانياتهم الفردية الذاتية بتشغيلها وإصلاحها وترميمها وإعادتها إلى الحياة. هذه ثورة للبناء، ولذلك ما تحدث به الأخ من بغداد علي عزيز، وأنا أحييه وأحيي رفاقه في الساحات من هذا المنبر، قاموا بعمل حقيقة هو ليس للحاضر فقط وإنما هو للمستقبل. هؤلاء الشباب الفتية الذين يعني عاشوا في ظل هذه الأجواء التحريضية الطائفية التخريبية التي تلغي فكرة المواطنة، والآن يتحدون كل هذا الذي غذوا به على مدى سنوات الاحتلال 17، ويقومون بهذه الثورة وبخطاب وطني واضح، بعيدا عن الطائفية، بعيدا عن الحزبية، بعيدا عن العرقية، بعيدا عن المناطقية. عندما تتألم ذي قار فإن عندما تنزف ذي قار فإن بغداد تتألم لها، وعندما تتألم النجف عندما تنزف النجف البصرة تفزع لها، هؤلاء تنتخي لها. هذا الخطاب الوطني الواضح أسقط كل هذه العوالق التي هناك يعني حاول الإعلام العراقي والعربي والعالمي أن يظهر أن العراق بلد انتهى، وأن الذي موجود هو التقسيم العرقي والطائفي والخطاب الطائفي، وهذه عمائم السوء وعمائم ومنابر الفتنة والتحريض. هذا الخطاب سقط وأسقطه الثوار منذ الساعات الأولى، حينما لم يرفعوا شعارا طائفيا ولم يرفعوا راية طائفية ولم يرفعوا راية مناطقية أو عرقية أو حزبية. هؤلاء الذين الآن يتحدثون بالخطاب الطائفي هذه أصوات تقصد التآمر على الثورة. الثورة نجحت في بناء خطاب
ومنظومة وطنية واضحة وموحدة وجامعة. يعني الآن الكل يتحدث عن عراق يجمع الجميع، العراق الجامع وليس العراق المفتت، العراق الذي يعني تمثله هذه العمامة الطائفية أو تلك الراية الغريبة أن أحزاب السلطة إلى الآن تهدد بالفراغ السياسي. العراق في فراغ سياسي ودستوري منذ احتلاله بالمناسبة، ليس الآن، منذ احتلال العراق العراق يعيش في هذا الفراغ الذي جاءوا هؤلاء لا يمكن أن يملؤون يعني مساحة قيادة العراق. العراق بلد عظيم لا يليق به هؤلاء الرعاع الذين تسيدوا على المشهد منذ 17 سنة، لا أقصد رؤساء الوزارات فحسب ولا رؤساء البرلمانات أو ما يسمون أنفسهم رؤساء الجمهورية، وأنا ما أقصد كل هذه المنظومة، كل منظومة الخراب والفساد والإرهاب والطائفية والتفتيت يعني الخطاب العرقي والخطاب الحزبي والخطاب التحريضي. يعني هذه الحكومات بعد العام 2003 إلى الآن هي لم تحقق أي نوع من أنواع التنمية، بل هناك تراجع فقط. التراجع لا أقوله أنا، ليس على لساني، هو يعني هم يعترفون به، منظمات دولية تصدر هم تقارير يعترفون وهم به يعترفون بالمناسبة. به نعم، على المستوى الصحي، على المستوى التعليمي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، كله تراجع في تراجع. الاعتماد بالاقتصاد في العراق طبعا اقتصاد ريعي كما تعلم، معتمدين 100% على إيران وعلى المصنع الإيراني الذي يدخل إلى العراق وهو درجة عاشرة، معتمدين على بيع النفط واستيراد، أغلقوا المصانع وأغلقوا المزارع وأغلقوا كل المؤسسات التي الخدمية التي بناها العهد الوطني منذ نشوء الدولة العراقية في العشرينات من القرن الماضي وحتى الآن. على مدى 80 سنة كل ما أنشأته المؤسسات العراقية، مؤسسات الدولة العراقية، قاموا بتخريبه وبيعه يعني إن لم يكن فعلى الأقل إغلاقه. طبعاً يعني هم قاموا بذلك بشكل متعمد لتخريب القطاع. بعد الثورة وبدون أي إعاز من أي طرف أو أي جهة، هم الثوار، هم يعني أذكياء ويعرفون مصلحتهم. أطلقوا أي حملة دعم المنتوج العراقي بدون أي دعم، بدون أي توجيه، لأنهم يعرفونه. هؤلاء الثوار كما قلت الذين عاشوا في ظل الطائفية والآن يتحدثون ضدها، وعاشوا في ظل التفتيت والآن يتحدثون باسم العراق الواحد الجامع. هؤلاء أيضا وجدوا أن هناك إصرار من أجهزة السلطة على تدمير كل بناء المؤسسات العراقية الصناعية والزراعية والخدمية وكل مؤسسات الإنتاج في الحياة. لذلك هم بوعيهم قاموا بحملة لدعم المنتج العراقي، لأنهم يعرفون جيدا أن استمرار تغييب المنتج العراقي معناه استمرار النزف الذي الاقتصادي الذي يغذي بالدرجة الأولى إيران ويدعم، وإيران عدو للعراق. إيران الآن عندما يرفع المواطنون العراقيون الثائرون شعارا واضحا أو شعارات واضحة ضد إيران وضد رموز إيران، لو تلاحظ هذا إدراك مصطفى من العراقيين أن إيران عدو له. لو تلاحظ سيد مصطفى، هناك بعض الأمور يعني أريد أن ألفت نظرك إليها. يعني سبقت ثورة تشرين الكثير من الأحداث، يعني على المستوى الاقتصادي نتحدث فرضا، يعني إحراق البساتين، إحراق المزارع، إحراق الحنطة، قتل الأسماك، الحرائق التي السمكية يوميا في الأسواق، في المؤسسات الحكومية، نعم، في غيرها، الثروة السمكية، كل هذه الأمور حدثت بفعل فاعل، مستحيل أن تكون ليست بفعل فاعل. لا شك. لذلك لماذا لم تحدث في السنوات السابقة بالضبط عندما كانت هناك دولة عراقية؟ أنا أنطلق طبعاً، سيد علي عزيز فقدنا الاتصال به للأسف، أنطلق من كلمة السيد علي عزيز عندما قال نحن نريد أن يعني نحرر العراق من أجل أولادنا ومن أجل الأجيال القادمة. هناك أيضاً أحداث حدثت في العراق، دخول تنظيمات معينة من خارج الحدود باتفاقات معينة لا أعرف، ولكن كبل العراق بمديونية عظيمة نتيجة استيراده لأسلحة أمريكية، بالتالي الآن الأجيال القادمة أيضا معرضة لأن تبقى في زنزانة الدين الدولي. يعني هذه الثورة هل تمثل الخلاص الفعلي من كل ارتباطات مديونية دولية أو من كل هذه الملوثات التي أصابت العراق منذ احتلاله إلى الآن؟ يعني لا شك أن لو قامت غدا حكومة الثورة
فإنها ستكون ملتزمة بما يعني على العراق من التزامات وفي كل المجالات، ليس في مجال الديون فقط، ولكن في مجال في كل المجالات. العراق يعني حكومة الثورة لا تريد أن تقطع علاقاتها مع المجتمع الدولي، ولذلك العراق يحتاج إلى المجتمع الدولي، والمجتمع الدولي يحتاج إلى العراق، والإقليم في المنطقة يحتاج إلى العراق، والعراق يحتاج إلى جواره العربي والإقليمي. لكن العراق كما تفضلت كبل بقيود اقتصادية والتزامات دولية معينة. يعني لا شك أن حكومة الثورة وإن كانت ستلتزم بكثير من هذه الالتزامات، ولكن أيضا ستعيد النظر، لأن هناك الحقيقة مسألة بالغة الأهمية، وهي ربما أكثر أهمية من هذه الديون التي رتبت على العراق، وهي مسألة سرقة موارد العراق ونهبها، وهذا الاستنزاف الهائل الذي حصل في العراق. يعني إن كانت الديون التي على العراق الآن 20 أو 30 أو 50 أو 100 مليار دولار، فإن حجم ما سرق من العراق يصل إلى أكثر من 1000 مليار دولار. هذا يدفع لصفحة جديدة بالمطالبة ب. هذا هو الأهم الذي يجب أن نتحدث عنه، أن حكومة الثورة القادمة إن شاء الله ستحاول استرداد أموال العراق واسترداد حقوقه، استرداد حقوقه السيادية في كل المجالات. ومن أهمها موضوع يعني الأموال العراقية المنهوبة، الآثار العراقية المسروقة، الاعتداءات والتجاوزات على خارطة العراق الجغرافية، كل المجالات التي تم يعني الإخلال بسيادة العراق فيها سيجري النظر فيها من جديد. إذن كنظرة عامة، يعني العراقيون الآن متفائلون جدا بثورتهم، هذه التضحيات التي أعطوها في سبيل تغيير الواقع. الآن كل بيت عراقي هو معول على ما ستنتجه هذه الثورة من محاجات. أشد الناس يأسا كانوا قبل هذه الثورة، باتوا الآن أكثر تفاؤلا وأكثر استبشارا بالمستقبل. هؤلاء الذين كانوا يتحدثون عن ضياع العراق وعن موت العراق وعن فقدان العراق، صاروا يعني أنا أعرف كثير من الناس وأتحدث مع كثير من الناس الذين كانوا يشعرون باليأس العميق، الآن أجد بشارات الأمل تشرق في عيونهم وفي وجوههم. هذا هو الذي أعادت الثورة بناءه في الشخصية العراقية، أنها أعادت لها الأمل، أعادت لها الإصرار، العزيمة. الآن لا تجدنا أحدا يقول أن العراق مات كما كنا نسمع في السنوات الماضية، ويضعون خارطة العراق وعليها شريطا أسودا. الآن يتحدثون عن الأمل، يتحدثون عن المستقبل. هذه الثورة ميزتها أنها حققت منظومة من القيم الاجتماعية المهمة في المجتمع العراقي، هنا تكمن الثورة. ولذلك نحن لا نقول مظاهرات ولا نقول انتفاضة، الثورة بناء عميق أفقيا وعموديا في بنية المجتمع. ولذلك هذه القيم الجديدة التي سادت في المجتمع العراقي الآن هي حقيقة نتيجة هذا الفعل الثوري الهائل الذي وجدناه، وهو هذا الفعل الثوري بالمناسبة هو حصيلة تراكمات المقاومة العراقية الوطنية ضد الاحتلال الأمريكي، هو حصيلة الانتفاضات العراقية المتعددة منذ 25 من شباط 2011، هو حصيلة الانتفاضة العراقية الثورة العراقية العارمة في 6 محافظات التي رفضت الظلم والإرهاب الذي مارسته حكومات الاحتلال وعصابات نوري المالكي وحشده وإرهابه وإدخاله داعش والقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية، وطبعا بإشراف وبرعاية ويعني ميليشيات فيلق القدس والحرس الثوري وغيرها. هذه الثورة هي حصيلة تراكم وبناء. هذه الثورة يعني لم يصح العراقي، لم ينم العراقيون ليلة 30 من أيلول على الحالة الخراب التي كانوا يعيشونها، ثم صحوا يوم الأول من تشرين على حالة الثورة والنهوض. نعم، لا عفوا، الذي حصل
هو حالة التراكم التي أوصلت العراقيين إلى هذه الحالة. وكما قلت وهو أمر بالغ الأهمية أن هذه الثورة هي حصيلة المقاومة الوطنية العراقية، هي حصيلة الصمود والإصرار والانتفاضات العراقية الكبيرة التي حصلت في السنوات الماضية وصولا إلى هذا الذي نراه الآن. إذا كانت بعض المحافظات لظروف معينة أهمها يعني إرهاب وقمع أجهزة السلطة الغاشمة، لم تستطع أن تعبر بشكل مباشر عن الانتماء لهذه الثورة والانضمام إليها، فإنها انتمت إليها وانضمت إليها بطريقة غير مباشرة. هذه ثورة عراقية خالصة. شكرا لك أستاذ. وهي ثورة للبناء. ثورة للبناء وللمستقبل. إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك أستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهة نظر، ضيفي الكريم في الاستوديو. ونشكر شكرا جزيلا ضيفي عبر الهاتف من بغداد السيد علي عزيز الناشط في التظاهرات. كنا وياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية عن مجريات أحداث ثورة تشرين رغم آلة القمع الحكومي والميليشياوي، التظاهرات السلمية متواصلة حتى تحقيق أهدافها وأولها إسقاط النظام. إلى تغطيات لاحقة، في أمان الله.